الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. شهدت أسعار العقارات في بغداد ارتفاعا رغم الفوضى الأمنية وجائحة كورونا وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. وقال أصحاب عدد من مكاتب بيع وشراء العقارات في بغداد إنه رغم الكساد في السوق ارتفع سعر المتر الواحد من الأرض إلى أكثر من 7,000 دولار في أغلب مناطق بغداد، بينما بعدما كانت قيمتها تقدر بنحو 5,000 دولار. وبحسب مصادر محلية فإن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 300% في مناطق مثل المنصور والجادرية والكرادة، والتي تعد أسعار العقارات فيها مرتفعة بالأساس. أعلن المتحدث باسم محطات الوقود الخاصة في سليمانية بهمن قادر عن تراجع سعر البنزين في محافظات شمال العراق بمقدار 50 ديناراً للتر الواحد لكل نوعية من الوقود. وقال قادر إن التغير في أسعار الوقود العالمية يعتمد على البورصة، وهذا التأثير يشمل كل المنطقة وبشكل تدريجي في جميع البلدان، مشيرا إلى أنه اعتبارا من صباح الجمعة أصبح سعر لتر البنزين لجميع الأنواع الثلاثة العادي ب 1,150 دينارا، والمحسن ب 1,325 دينارا، والممتاز ب 1,450 دينارا للتر الواحد. قالت رئاسة الوزراء اللبنانية إن الحكومة في بغداد وافقت على مواصلة تزويد مؤسسات كهرباء لبنان بالوقود لعام آخر. وكان العراق قد وقع العام الماضي اتفاقا مع لبنان لبيع 1,000,000 طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي على أن يكون السداد بالخدمات والسلع. هذا وكان مقترح لبناني بشأن تصدير التفاح إلى العراق مقابل النفط قد أثار موجة من السخرية، حيث أن قيمة النفط هي 600 دولار، فيما سعر كيلو التفاح اللبناني ربع دولار فقط. قالت وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات الغربية على روسيا كان لها تأثير محدود على إنتاج النفط الروسي. وذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن صادرات موسكو من الخام والمنتجات النفطية إلى أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا تراجعت بنحو 1,200,000 برميل يوميا منذ بدء العملية. وأضافت الوكالة أن تحويل مسار التدفقات إلى دول أخرى من بينها الهند والصين وتركيا خفف من الخسائر المالية التي تحملتها موسكو منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. حذر مؤتمر نقابات العمال البريطاني من أكبر انخفاض للأجور في المملكة المتحدة منذ 100 عام بسبب التضخم. هذا وكان مصرف إنجلترا قد توقع ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 13% في الربع الأخير من العام الجاري، فيما ستزداد الأجور بنسبة 5.25% خلال الفترة ذاتها، متوقعا خسارة البلاد ما يقارب 1,000,000 فرصة عمل. وهو ما يراه مؤتمر نقابات العمال مؤشرا إلى انخفاض الأجور بنسبة 7.75%، وهو ما يعد أكبر تراجع للأجور منذ العشرينات من القرن الماضي. أما الآن فننتقل إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب الموجز، إلى اللقاء.